استقبلت كنيسة سانت فاطمة بمصر الجديدة زوارها لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط أصوات الأجراس والترانيم واجتمع الحاضرون على رسائل الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري وسط اصوات الاجراس والترانيم استقبلت كنيسه سانت فاطمه بمصر الجديده زوارها لحضور قداس عيد الميلاد المجيد. العيد هو دائما تقارب، يعني إحنا بنتقارب بنهني بعض الناس اللي بتكون زعلانه بتروح بتسلم على قرايبها بتهنيهم في كل الاعياد سواء الميلاد القيامه الفطر الاضحى فخلي يكون العيد السنه دي فرصه عشان مصلحه مسلحه مع الدول اللي حوالينا وبركه المسيح سيد السلام تكون مع الجميع. الترابط والتلاحم بين ابناء الوطن الواحد، رسائل اجتمع عليها الحاضرون مؤكدين على وحده وصلابه نسيج الشعب المصري مسلمين واقباط. احنا جايين يعني نعمل صوره جميله جدا، نبين كيف ان الشعب المصري ملتحم، كيف ان الشعب المصري واحد، كيان واحد يحتفل جميعا بالاعياد معا كما هم يهنئوننا باعيادنا نهنئهم بال الاعياد لهم كل سنه وانتم طيبين آه يعني في هذا العيد ونسال الله عز وجل ان يعيد علينا آه الاعياد مرات ومرات ويجعلنا امه سالمه غانمه باذن الله. رسالتنا سلام واظن قد ربنا بياكد هذا يعني هذه الرساله في بلدنا وفي مصرنا من خلال روح السلام والمحبه والاخاء والدعم والسند تبادل الاحتفال يعني تبادل المعايده في كنايسنا وتبادلنا احنا لما نشارك بشكل او اخر مع أخواتنا المسلمين أو في الطوائف الأخرى حاجة قد تثبت أنه الله حاضر في حياتنا يأمل الجميع أن يأتي العام القادم مليئا بالمحبة والخير وبعيدا عن الحروب والخراب ليعيش العالم في سلام وأمان يعتبر عيد الميلاد المجيد أحد أهم الأعياد المسيحية بما يتضمنه من رسائل المحبة والسلام للبشرية في ذكرى ميلاد السيد المسيح والذي كان ميلاده معجزه الهيه تدل علي قدره الله وعظيم شانه وكل عام وحضراتكم بالف خير من كنيسه سانت فاطمه محمد الخطيب التلفزيون المصري